يمكن من أهم الأغاني اللي وصلت مليون مشاهدة يوم من الأيام هي أغنيتي الخاصة اللي قدرت أن أنا أنتجها هنا في بوليفارد المواهب. الأغنية دي ليها قصة كبيرة جداً جداً عندي. أول حاجة عاوز أشكر الشاعر الكبير أمير طعيمة ومحمد مدين الملحن والموزع العبقري تميم. اخترتها لأني أنا كنت شايف زينب دايماً في سكة مختلفة تماماً، هي دايماً كانت بتختار حاجات وأنا كنت بعترض عليها، أنا كنت شايفها هنا ما كنت شايفها في أي حاجة تانية. حقيقي الأغنية دي هتكون حاجة سبيشل جداً جداً في طريقي. كنت من آخر المشتركين اللي سجلوا أغانيهم، بس طول الوقت اللي استنيته ده جه في الآخر بفايدة. And action زينب. فكرة بداية الكليب إن أنا أكون ماشية في السوبر ماركت بسمع أغنية، والأغنية دي هتدخلني في حلم بمر فيه بحاجات كتير. دلوقتي احنا بنصور الجزء اللي ليه علاقه بالحلم في الفيديو كليب. في لوكات حلوه جدا جدا جدا، هتتفاجئوا ان انا اصلا طالعه باللوكات دي. هلا بلش اللوك جراي احمر، جراي احمر اسود. يوم من الايام الحبيب اللي في خيالي واللي شاغل عقلي بالي مسيرها بقى. الحمد لله الاغنيه يعني بقت تريننج في العالم العربي كله، فأنا مبسوط ومستريح إن اختياري كان صح. الكلام يقرح في عيني قبل ما اندهله يجيني، وقت ضعفي هيواسيني حضنه يبقى أمان، واللي فاتني عوضهولي عمر تاني عيشهولي، واللي عشته لوحدي بطولي يبقى ماضي وكان. يوم من الأيام ويا حب عمري هتشوفوني يوم. ضروري إن يجي على الشخص كده وقت يتجنن فيه شوية، يبين الجزء المجنون فيه. بالنسبة لي تجربة مختلفة وحاجة كبيرة جدا جدا. مش أول مرة أعمل استعراضات وحاجات كده، بس اتبسطت جدا جدا بالمرة دي، حاسة فيه تناسق كبير جدا. أول ما جيت بوليفارد المواهب كنت بادئة من أعلى حاجة،